أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المميزة، اخترنا لكم اليوم السيد مخلص دعاس المدير العام لأوتاد للأبواب والنوافذ. أستاذ مخلص، أهلا وسهلا فيك معنا في البرنامج اليوم. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. حابين تعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. مخلص دعاس من سوريا، مقيم الإمارات من 97. نشتغل نحن بالمادة اليو بي بي سي، هي اللي هي صديقة البيئة، هي اللي رديف أو خلينا نقول اللي إجاب بعد الخشب والألمنيوم. ممتاز. حابين نعرف متى تم تأسيس أوتاد لصناعة الأبواب والنوافذ؟ تم تأسيس أوتاد من تقريبا 4 سنوات. شو السبب اللي خلاك تختار إمارة رأس الخيمة بالتحديد؟ إمارة رأس الخيمة أنا عشت فيها من 97. ما شاء الله. تمام. فيعني إلى هيك طبع خاص فيني، أنا ما بعتبرها بلد تاني، بعتبرها بلدي. إمارات كلها أنا بعتبرها بلدي. شعب طيب، قيادي حكيمي جدا. طبعا. بتخليك، بتحفزك إنك تشتغل وتستثمر بالبلد يعني. صحيح. أستاذ مخلص، حابين نعرف عن نوع الخدمات اللي بتقدمها أوتاد لصناعة الأبواب والنوافذ. نحن بنقدم طبعا كافة الأبواب، نحن بنصنع الأبواب والنوافذ اليو بي بي سي اللي هي مانعة للصوت، للحرارة، للغبار، للرمة. الباب الوحيد اللي بيسكر فوق الفريم، يعني عزل كامل للصوت، للحرارة، للغبار، صديق البيئة. يعني حتى أنت فيك توفر بالكهرباء وقت اللي مثلا بتركب كانت النافذة اليو بي بي سي أو الباب اليو بي سي أو الباب الرئيسي للصالة اليو بي بي سي، أنت بتحمي فيلتك، حتى بتوفر بالطاقة الكهربائية. من هالانطلاقة هذه يعني نحن عم نعمل دائما، عندنا شيء جديد، عندنا ديزاينات جديدة بننزلها، والحمد لله الأمور تمام. يعني في استجابة كثيرة للناس، لأنه الناس صار عندها وعي طبعا انه انا بدي احمي فيلتي، بدي احمي هالبيت اللي ساكنه من الحراره، من الرطوبه، من الغبار، من الرمه. لانه بتعرف الخشب صارت اغلب الناس، انا تقريبا بغير يعني شيء 13 فيلا براس الخيمه ابواب خشب والومنيوم مركبين اليو بي بي سي. يعني الناس اتجهت الاتجاه الصح، اليو بي بي سي رقم واحد حاليا. نعم. هو صديق البيئة، هو بالأحرى تفتح الناس والانفتاح. طبعا صار يوجه الناس طبعا. الى الناس هلا صارت يعني السوشيال ميديا مفتوح، يعني انه بفتح انا شو في عندي باب منافس يعني، او باب كويس انه انا اقدر مثلا استخدمه، مثلا له مواصفات عاليه جدا طبعا. فالباب اليو بي سي اثبت انه حاليا هو رقم واحد بالسوريا طبعا. حابين نعرف عن اهم المشاريع سواء المنجزه او قيد الانجاز اللي قدمتها للسوق اوتاد لصناعه الابواب والنوافذ. هلا نحن كثير انا بشتغل مع يعني اغلب المواطنين، بالنسبه لفيلل المواطنين عندنا خصم خاص نحن تميزنا فيه بشركه اوتاد، خصم خاص لحماه الوطن والفزعه وبرنامج الشيخ زايد. طبعا نحن هذا يعني بعتبره يعني تقدمه لهالشريحه من المجتمع، من حبي لهالبلد انا بصراحه. يعني انا ما بعتبره بلدي الثاني، بعتبره بلدي الامارات. طبعا. بلدي، وانا عشت براس الخيمه من 97. يعني اكون لاهل راس الخيمه والامارات جميعا والقياده الحكيم بالامارات كلها كل مودي واحترام طبعا. فيعني هذا الخصم ويستمر، يعني ما راح يتوقف، خصم خاص لحماه الوطن وفزعه وبرنامج زايد مستمر طبعا. استاذ مخلص، عندنا في دوله الامارات العربيه المتحده في السوق بشكل عام منافسه شرسه وشديده. حابين نعرف عن اللي بيميز أوتاد لصناعة الأبواب والنوافذ عن باقي المنافسين في السوق. هلا نحن بصراحة نتميز إنه نحن عاملين خصم خاص لحماة الوطن والفزعة وبرنامج الشيخ زايد. ممتاز. نحن حتى بالافتتاح نحن عملنا هذا التميز، ولا يزال ساري إن شاء الله حاليا من حبي لهالبلد. يعني هاي حصريا حصريا للشاشة، يعني لا ايوه هذه عرض غير ساري، غير ابدا، يعني لن يتوقف هذا العرض ان شاء الله. حماة الوطن والفزعة برنامج الشيخ زايد نحن قلبا وقالبا معهم باذن الله طبعا. نحن التميز الثاني، نحن كفالة المنتج 10 سنوات ما شاء الله، من يوم التركيب 10 سنوات، وفي اي وقت
حتى أي خلل في الباب أو أي خلل بالمنتج اللي نحن قمنا بتركيبه نحن مسؤولين عنه خلال ساعات مو خلال يعني بينسى العميل موضوع أبدا أي شيء أي خلل أي شيء بالباب نحن مسؤولين عنه خلال ساعة يتم إصلاحه صحيح. أو كذا إذا صار طبعا UVC طبعا نحن وقت نقول 10 سنوات لأنه فعلا باب أو نافذة 10 سنوات ما بيصير عليه أي شيء هو مدى الحياة بس نحن بنقول 10 سنوات ضمن صحيح 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 طبعا حابين كمان نعرف عن الرؤية المستقبلية اللي حضرتكم ماشيين فيها وحاطينها كأسس للمستقبل هلا بالنسبة ل يعني إن شاء الله بعد رأس الخيمة راح طبعا نفتح أفرع إن شاء الله بكل الإمارات بإذن الله تعالى والأمور مستمرة إن شاء الله نتمنى طبعا لكم دائما النجاح والتوفيق يا رب, يا رب. طبعا نعمة الأمن والأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ممكن تكون الإمارات بشكل عام هي من أأمن الدول اللي عايش فيها سواء للمقيم أو للمواطن بحد سواء حابين نعرف كيف ممكن أنها تساعد على استقطاب المستثمرين وماذا يعني لك الأمن والأمان في دولة الأمن الإمارات؟ والأمان هو يعني خلنا نقول رقم واحد يعني وقت أنت تكون عايش ببلد فيه أمان واستقرار بحفزك انك تعيش وتجيب عيلتك صحيح. ترتاح تستثمر يعني القياده الحكيمه في الامارات العربيه المتحده بنشكر كل شيوخ الامارات انه سهلوا للمستثمرين يجوا على الامارات يعملوا مشاريعهم يفتحوا مصانعهم في اريحيه صح. بتقدم رخصتك نت خلاص طلعت الرخصه يعني في اريحيه بالتعامل بالنسبه للمستثمرين ومن عائله اوتاد بشكل عام ومني شخصيا بوجه رساله شكر وامتنان لاصحاب السمو والمعالي شيوخ الامارات الافاضل على التسهيل اللي قاموا فيه لكل من اجى على هالبلد وحط قدم بهالبلد واجى يستثمر بهذه البلد اللي الله يحميها ان شاء الله ويحفظها يا رب بلد رائع جدا بتحفزك انك تستثمر طبعا. وتسهل لك امورك فبطاقة شكر وامتنان لاصحاب السمو الشيوخ الامارات الافاضل وللشعب الامارات الكريم اللي الشعب المضياف اللي نحن بنكن له كل احترام وود ومحبة شكرا لكم طبعا نشكرك على حضورك معنا بالبرنامج حابين نضيف باخر الحلقة كيفية التواصل مع اوتاد لصناعة الابواب والنوافذ والموقع الجغرافي الموقع الجغرافي مقابل منار مول بين ماكدونالدز وتسهيل هذا موقعنا هون نحن بشارع العربي وحابين كمان نعرف كيفية التواصل هل عبر الموقع موقع الإلكتروني أو موجود نحن عندنا موقع إلكتروني على السوشيال ميديا وكل المواقع إنستغرام فيس جميع وسائل التواصل سوف تظهر أسفل الشاشة أعزائي المشاهدين إلى هنا نختم حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية دمتم بخير وفي أمان الله